السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. النهاردة بنرد على الأسئلة اللي جت تحت فيديو عن المنشطات الجنسية اللي هي الفياجرا والليفيترا والسيالس. بعض الأسئلة يعني في منها أسئلة يعني ذات قيمة، والإجابة عليها إن شاء الله تفيد اللي هيسمعني. معلش يمكن الصوت مش معرفش هيطلع شكله إيه، لأن عندي مشكلة في المروحة بتاعت اللابتوب، صوتها بيطلع عالي شوية فبيبان في التسجيل. معلش استحملوني بقى على ما نشتري لابتوب جديد. الأسئلة اللي جاتني نبتدي إن شاء الله بيها. أول سؤال من واحد اسمه جمال، مش عارف ايه، بدأ بإيه جمال. المهم جمال ده بيقول ايه، بيقول أخذت السيالس فأصابني هرش وحك. أي دواء أكل، أي حاجة تاخدها تبلعها أو تشمها ممكن تعمل حساسية، يعني مرهم، دواء حبوب، دواء راس، دواء شرب، حقن، ممكن تعمل حساسية عند ناس وعند ناس لا. ده مش عيب في الدواء، ده عيب في الشخص نفسه. فاللي بيحصل له حساسية بيعمل ايه؟ ما ياخدش النوع ده تاني. هو الأخ بيقول أنا خدت السيالس فأصابني هرش وحك، ما ياخدش سيالس تاني. بس قبل ما ياخد القرار ده المفروض انه يتأكد ان الهرش والحساسية ده من السيالس فعلا. ممكن يكون من اي شيء اخر حدث في نفس اليوم اللي اخد فيه السيالس. فعشان يتأكد يعمل ايه؟ يجرب مرة تانية ياخد حباية سيالس. بس قبل ما ياخدها لازم يعمل بعض الاحتياطات، احتياطات عشان لو حصل له هرش وحكة بسرعة يقدر ياخد حبوب وما تزيدش عليه. فقبل ما ياخد حباية السيالس يخلي عنده في البيت حبوب الانتي اليرجيك، مضادات الحساسية. بياخد حباية السيالس وينتظر، اذا بدأت تظهر عليه حساسية ياخد حبوب مضادات الحساسية. في هذه الحالة إذا ظهرت الحساسية بقى إذن الحساسية دي مؤكد من السيالس، وبالتالي هو مفروض ما ياخدوش تاني ويغير النوع، ياخد ليفيترا أو ياخد فياجرا أو أي حاجة تاني. ده كان أول سؤال وهو خاص بالسيالس. السؤال الثاني بيقول ما هو أقوى منشط لشاب عمره ما عداش 35 سنة؟ يعني ما يعرفش الشاب اللي عنده 35 سنة ده محتاج منشط ليه، لكن نفترض ان في ظروف خلت عنده ضعف. اول شيء تبتدي بيه يا عزيزي مهدي، اول شيء تبتدي بيه يا غالي هو انك انت تتبع اسلوب الحياة الصحي. تأكد ان امورك هتتحسن. طبعا اسلوب الحياة الصحي للناس اللي ما تعرفش انا بعيد وازيد فيها ثلاث مكونات رئيسية، وهو الغذاء الصحي، النوم الصحي، ممارسة الرياضة يوميا، بالإضافة إلى الامتناع عن التدخين والكحوليات. ما يجيليش واحد بقى بيدخن علبتين سجاير في اليوم ويقول لي أنا عندي ضعف انتصاب، هنعمل لك إيه؟ فأحسن طريقة زي ما قلت ردا على مهدي إنك أنت تتبع أسلوب الحياة الصحي، ده أول خطوة. تاني خطوة خد مكملات غذائية فيها منشطات طبيعية. تالت خطوة تبتدي تاخد حاجة من الحاجات دي. وانا دايما قلت ان مفيش حاجة 100%، مفيش دواء منشط جنسي فعال 100% لجميع الناس. مثلا فياجرا مستحيل لو اديت الفياجرا لألف واحد الألف واحد هيجولك يقولوا لك دي فعال. ده كويس قوي قوي لو من الألف 800 يعني 80%، يبقى ممتاز جدا الدواء ده، ماشي. فمفيش دواء فعال 100% لجميع الناس، ومفيش دواء او حبوب منشطة فعالة معاك في جميع الاوقات. يعني مش ممكن تكون فعالة لجميع الناس 100%، ومش ممكن تكون معاك انت شخصيا 100% في جميع الاوقات. اتفقنا؟ فتخلي بالكم في الحكاية دي. السؤال الثالث واحد اسمه وسام بيقول السالس ده كدبة. هو السالس مش كدبة، هو انت اللي عندك مشكلة منعت السالس من انه يشتغل. هو السالس ده سحر، هو والمنشطات الاخرى سحر، ايا كان وضعك هيشتغل؟ لا طبعا، السالس ده بيشتغل عند الشخص الطبيعي اللي عنده وهن، لكن الشخص اللي عنده انعدام للاسباب اللي تؤدي الى الانتصاب ما يشتغلش مع السالس ولا يشتغل معاه اي حاجة، قد يحتاج الى جراحة. يعني مثلا اديكم مثال، اللي عنده تسرب وريدي هتديله سيالس هيضخ الدم، هيضخ عن طريق الشرايين اللي داخلة العضو الذكري. الدم عنده تسريب وريدي هيرجع تاني وهيهرب من خلال الاوردة، مش هيحصل عنده انتصاب.
ده محتاج احتمال كبير يكون محتاج عملية جراحية. واحد عنده سكر وتلف في الأعصاب، تلف تام الأعصاب بتاعت المنطقة، طيب هيشتغل مع السالس ازاي؟ إذا كان عنده الأعصاب اللي بتوصل من المخ إلى المنطقة وتحدث تغيرات كيميائية في المنطقة تؤدي إلى انتصاب مش شغال أساسا، هو السالس والمكونات ديت مش هي اللي بتؤدي إلى ضخ الدم، خلوا بالكم مش هي اللي بتؤدي إلى ضخ الدم، ده هو الجسم. أما الواحد بيفكر في مؤثرات عصبية بتوصل للمنطقة فتخرج نيتروس أكسيد، أكسيد النيتروس ده بيشتغل على مادة بتؤدي إلى مادة مسؤولة عن تضخم ضخ الدم اسمها CGMB، يعني في سكة بتؤدي إلى CGMB. هذا CGMB بيشتغل على الشرايين ويؤدي إلى أنها تتوسع والعضلات ترتخي فالدم يتضخم. السالس بيعمل إيه؟ قبل ما اقول لكم السيلز بيعمل ايه او الفياجرا او الليفترا، ايه اللي بيحصل طبيعيا؟ انت عندك السايكليك جي ام بي اللي بيحصل، انا يا ريت اجيب لكم صوره احسن، دور على صوره كده عشان نفهمكم ازاي الموضوع ده بيتم. جبت لكم الصوره اهيت، شوفوها بس عشان تعرفوا الشغلانه بتاعت السيلز ده بيشتغل ازاي. في حاجة اسمها هنا، سيبكم الأسامي، يعني مادة نقول عليها مادة واحد ماشي بتطلع النيتروس أكسيد اللي هو أكسيد النيتروز. هذا أكسيد النيتروز بيشتغل على مادة أخرى، على مواد أخرى موجودة مش موجودة هنا مش مكتوبة، بتؤدي إلى السايكليك جي ام بي. هذا السايكليك جي ام بي اللي أنا بشاور عليه هو ده اللي مسؤول عن الانتصاب، زي انت شايفين كده في الاخر بيؤدي الى إريكشن. طيب الجسم طبيعيا بيعمل ايه؟ الجسم طبيعيا مش معقولة انا النيتروس ده الاكسيد النيتروس يشتغل ويكون لسايكليك جي ام بي ويتنته كده على طول على طول على طول، الا الواحد لما يحصل له يعني تحفيز هيحصل عنده انتصاب ولن يرتخي ابدا. فالجسم طبعا بيعمل ايه؟ بيطلع مادة اسمها 5 BDE، اللي هي هذه المادة بتكسر السايكليك جي ام بي. يعني انا بيجيلي تحفز جنسي مثلا، انت مش انا عجوز بيجيلك تحفيز جنسي، العقل بيشتغل بيفرز في النهاية مادة السايكليك جي ام بي. التحفيز الجنسي ده وقف خلاص، يعني اشتغل الجي ام بي وحصل لك انتصاب مارست الجماع او المؤثر انتهى، فبالتالي الجسم بيفرز مادة اختصارا اسمها 5 BDE. هذه المادة بتكسر الجي ام بي وتكون مادة غير فعالة ما تؤديش الى الانتصاب، كده ينتهي الانتصاب. فاللي بيحصل ان في ناس الكلام ده عندهم موجود طبيعيين، بس عندهم زيادة في مادة المادة اللي بتكسر الجي ام بي، عندهم زيادة، فبالتالي كل ما الجسم يعني الواحد يحفز جنسيا فيطلع الجي ام بي اللي قصادكوا دي، بس الخمسة بي دي اي دي زيادة شوية فبتكسرها بسرعة، فما بيحصلش الانتصاب او يحصل انتصاب ضعيف. السلدينافيل والمجموعة الاخرى سواء كانت فياجرا او ليفترا بتشتغل بقى انها توقف مفعول البي دي اي، ولذلك اسمها BDE inhibitors، بيمنعوا شغلان ده. طيب لو واحد عنده بقى مشكلة في السكة دي اللي فوق دي، مش هيتكون النيتروز الأكسيد النيتروز ومش هيحصل عنده انتصاب، السالس ملوش دعوة. لو واحد عنده تسريب وريدي نفس الحكاية، مش هيحصل عنده انتصاب وبالتالي مش هيحصل ان يكون عنده انتصاب، والسالس مش هيجيب نتيجة، لا السالس ولا الفياجرا ولا اي حاجة من الحاجات دي. اللي زي كده بيحتاج دكتور متخصص يشوف له المشكلة. فكون السيالس ما جابش معاك يا غالي نتيجة، ده مش معناها انه كذبة، معناها ان انت عندك مشكلة اخرى هي السبب، يا اما انت ما استخدمته غلط او انت عندك فعلا مشكلة مرضية محتاجة تدخل الطبيب. السؤال اللي بعد كده بيسأله واحد اسمه اسلم، بيقول ايه؟ هل الرجل اللي عنده ضغط يقدر ياخد هذه المنشطات؟ الاجابة
نعم الا في حالات معينه. ولذلك اللي عنده ضغط قبل ما انت مش هتعرف الحالات المعينه دي، انت كشخص مش هتعرف ايه اللي يمنع استخدامه. ولذلك دايما قبل ما تاخد هذه المنشطات بتروح للطبيب يكشف عليك، يطمن على قلبك ويطمن على ضغطك ويشوف ايه الادويه اللي انت بتاخدها، وفي الحاله دي يطمنك فتقدر تاخد اي منشط من المنشطات دي. الحمد لله. طيب الحمد لله يا سيد ربنا. دي بصوا ديت احسن حاجه انك تمشي رباني، واتباع اسلوب الحياه الصحي هو افضل شيء رباني. ماشي يا فهد، كتر الف خيرك. واحد تاني عنده تجربه ما مع العسل ومش عارف يقروها بقى. طبعا مش لازم تكون في عالم دي، من ضمن الغذاء يعني، واخد بالك؟ اقروا بقى هو تجربته وجربوا، مفيش مشكله. وده بقى وده واحد تاني بيقول ايه، واحد تاني برضو عنده تجربة ما وبيقول افضل طريقة هي ديت. اسمه محمد، ماشي، سوري باين. واحد هنا بيسأل اسمه محمود. المهم يعني ينفع ياخد مع من النوعين؟ ينفع ياخده من النوعين؟ ينفع استشير الطبيب. فيش حاجة اسمها ينفع ياخده من نوعين ولا من ثلاثة، لازم تستشير الطبيب قبل ما تاخد الحاجات دي من باب الاحتياط. هو صحيح ممكن ألف واحد من أصحابك يكونوا خدوا من غير ما يروحوا للطبيب ولا حاجة، وهم زي الحصينة وأمورهم مية مية، لكن احنا بنقول الصح والاحتياط. يعني واحد يصير ياخد قبل الأكل بنص ساعة يكون بطنه فاضية، قبل الأكل بقى نص ساعة، قبل الأكل بساعة. وبعدين حاجة تانية، أول حاجة تاخد الأدوية ديت أو الحبوب ديت على معدة فاضية، يعني ممكن يكون بعد الأكل مثلا بحدود ساعتين. الحاجة التانية انك تاخدها قبل ما تحتاجها، قبل ما يعني قبل ما تخش على غرفة النوم بحوالي نص ساعة او اكتر. ماشي، اظن كده اكون جاوبت بعض الاسئلة على اللي جات حوالين المنشطات الجنسية اللي هي الفياجرا والسيالس والفيترا، وارجو انكم تكونوا استفدتم، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات اخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.